مستمتعة لأسباب كتير قوي، لأن آخر مرة رحت فيها جنينة حيوانات كان عندي 9 سنين تقريبا، فتجربة حلوة. عشان كده كتبت لكم على انستجرام إنها تجربة غريبة بالنسبة لي. الله، داخلين على الغزال.
حطيته لكم على الانستجرام مهم جدا. ما تحملوش نفسكم، ما تحملوش روحكم، مش في الشغل وفي الحياه، خلقوا لنفسكم وقت تقدروا تستمتعوا بيه. حتى الوقت ده الربع ساعه اللي بتروحيهم للكوافير استمتعي بيهم جدا، عشان هيفرقوا معاكي في يومك وفي حياتك كلها. ده كان اخر الفيديو، اتمنى ان هو يكون عجبكم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالمنظر ده.